كما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف كدولة هامشية ضعيفة لا تقوى على تأمين دخول المساعدات للجياع في قطاع غزة. وأوضحت الوزارة في بيان أن تصرفات الولايات المتحدة لا تليق بدولة عظمى قادرة إن أرادت أن تجبر إسرائيل على حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، وأنه لا يوجد مبرر لتصرفاتها.